السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء نبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. البنك الدولي يعلن استعداده للعمل مع حكومة الفترة الانتقالية في السودان لتطوير وتعزيز الاقتصاد. النائب العام المكلف يكشف عن اكتمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها مدينة لبيض مؤخرا. اجتماع ولاة الولايات يشدد على الالتزام بإنفاذ مهام وأولويات الفترة الانتقالية. أعلن مدير البنك الدولي ديفيد ملياس استعداد البنك للعمل مع حكومة الفترة الانتقالية في السودان لتطوير وتعزيز الاقتصاد. وجدد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدو خلال لقائه بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مدير البنك الدولي استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان. كما التقى حمدوك مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام أوسكار فرنانديز تارانكو، وتناول اللقاء السبل الكفيلة لسفارة السودان من الدعم الذي تقدمه لجنة بناء السلام في الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى مرحلة بنائه، بجانب التمويل الذي يقدمه الصندوق. دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب. وقال تميم خلال كلمته أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه على ثقة بأن السودانيين قادرون على تجاوز المرحلة الانتقالية، مجددا وقوف بلاده بجانب الشعب السوداني، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في دعمه. افتتحت اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة فاعلة للسودان بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي سيلقي كلمة السودان أمام حشد من رؤساء العالم يوم الجمعة المقبل. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وأضاف خلال كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: هذا الإجراء سيمكن السودان من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية تلبية لآمال شعبي، وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن المنظومة الدولية. أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري حرص السودان على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما يحقق شعارات الثورة، وعلى رأسها بسط الحريات وإقامة العدل وتحقيق السلام الشامل في كل أنحاء البلاد. وقال عبد الباري في كلمة أمام الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، قال إن وزارة العدل تعمل على إجراء إصلاحات قانونية شاملة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى عزم الحكومة تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتقديم كل ما يضبط تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة. كما التقى وزير العدل في جنيف كيت غليمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان وأريستيد نانوسي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وسفراء المجموعتين الأفريقية والأوروبية بجنيف، وقدم لهم شرحا لتطورات الأوضاع في السودان. كشف النائب العام المكلف مولانا عبد الله احمد عبد الله عن اكتمال كافه الاجراءات القانونيه المتعلقه بالاحداث التي شهدتها مدينه لبيض مؤخرا والتي راح ضحيتها عدد من الطلاب، مشيرا الى اكتمال ملفات التقاضي وسيتم تحويلها الى المحكمه في غضون الفتره القليله القادمه. جاء ذلك لدى زيارته اليوم لولايه شمال كردفان، حيث عقد النائب العام اجتماعا مطولا مع لجنه امن الولايه، واطمأن من خلاله على الاحوال الامنيه بها من خلال التقرير الذي قدمته لجنه الامن. وتفقد النائب العام رئاسه الجهاز القضائي بلبيض مشيدا بالدور الكبير الذي يطلع به الجهاز. وقال النائب العام ان الزياره هدفت بشكل اساسي للوقوف على الاحداث الاخيره والاجراءات التي تمت لاكمال ملفات التحري واحالتها للسلطه القضائيه للبت فيها. حقيقة الزيارة ممكن هدفها الأساسي الوقوف على الأحداث الأخيرة والإطمئنان على الإجراءات التي تمت، وبعض الشرح الوافي من الأخ رئيس النيابة العامة نطمئن الناس على أن الإجراءات ماشية على قدم وساق
وإن شاء الله سوف تحال إلى المحكمة في وقت قريب جدا. تم فتح نيابة فساد في موقع مستقل تماما عن موقع النيابة العامة. كانت نيابة الفساد في فترة سابقة بتمارس شغلها من داخل موقع النيابة العامة، لكن الآن حدد لها موقع منفصل تماما. من جهة أخرى، تفقد النائب العام مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئاسة شرطة الولاية والإدارة القانونية والنيابة العامة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين كل منظومة العمل العدلي والقانوني والشرطي، واعدا بإيجاد حلول للقضايا التي تم طرحها من قبل تلك الأجهزة، وأشار إلى تحديد موقع منفصل لنيابة الفساد عن النيابة العامة لخصوصية عملها وتسهيل إجراءاتها وتمكينها من الاطلاع بواجباتها. نحن وقفنا على أحوال ممكن كل الأجهزة، وزرنا الأجهزة في الولاية والرئاسة الجهاز القضائي والشرطة والإدارة القانونية، وحقيقة وجدنا تعاون تام وانسجام ما بين هذه الأجهزة. ومن خلال زيارتنا إلى رئاسة شرطة الولاية وجلوسنا مع الإخوة في قيادة الشرطة، طرحوا بعض المشاكل وتناقشنا فيها، ومن أهمها وجود المنتظرين داخل السجون. ووجهنا الأخ رئيس النيابة العامة بالولاية برفع تقرير عن هذا الموضوع. أكد عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع أنهم سيعملون بكل الجهود لمساندة ونجاح الحكومة الانتقالية، وقال لدى مخاطبته بقاعدة الطيبة العسكرية ضباط وضباط الصف وجنود قوات الدعم السريع إن الحكومة المدنية مسؤولة عن تسيير دولاب العمل والجهاز التنفيذي الذي يعمل على تطوير البلاد في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن أمن واستقرار الوطن خط أحمر، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها قوات الدعم السريع في محاربة التهريب والاتجار بالبشر، وحث أفراد القوات إلى الانضباط وتفويت الفرصة لأصحاب الأغراض السعي لتشويه صورة قوات الدعم السريع. ترتب قوى ومكونات نداء السودان لاجتماع مرتقب في 28 من الشهر الجاري تناقش فيه مطلوبات العمل السياسي في المرحلة المقبلة. وقالت مريم الصادق المهدي عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في برنامج لقاء خاص الذي بثته الشروق، قالت إن استقالة رئيس حزب الأمة القومي ستناقش في الاجتماعات المشار إليها، مبينة أن الاستقالة قد تقبل وقد لا تقبل. وقالت أيضا أن استقالة المهدي تأتي بغرض التطوير والمراجعات وفتح الباب للشباب لتقدم الصفوف وليس من أجل التباعد في المواقف. وأشارت مريم إلى أن الاستقالة لم تناقش في أروقة الحزب ولم يعلق عليها الحزب بعد، ولكن جرى تسريبها بالتركيز على هذه الاستقالة. هو الفكرة كلها فيها شنو؟ إنه فتح المواعين وفتح الآفاق للمراجعات، بالتالي من تصديقا لهذا الجول عشان يكون معه فعل هو تقدم باستقالته. استقالته إلى الآن لم تناقش ولم تقبل، بالتالي هي تقديم، وحتى التقديم اللي قدمه أنا ما عارفة، ما هو حصل تسريب لهذا الأمر. تسريب من من؟ لا أدري من من، لكن تسريب للاستقالة؟ للخطاب، لمحتوى الخطاب وبالتركيز على الاستقالة. الخطاب هو خطاب متكامل في نهايته. يعني أنتوا في حزب الأمة ما أعلنتوا الاستقالة بشكل رسمي كده على الإعلام؟ لا، الحصل إنه تقدم بخطاب لقيادات قوى الحرية والتغيير من أجل التطوير ده وغيره. قد تقبل الاستقالة في ذات الإطار، لكن الكلام القاطع والواضح والما فيه أي عنعنة إنه هذه استقالة للحبيب رئيس النداء من رئاسة النداء وليس من النداء. في سياق متصل، توقعت مريم الصادق أن يخرج الاجتماع المرتقب للجبهة الثورية بالقاهرة برؤية موحدة حول اتفاق جوبا والوثيقة الدستورية، وأضافت أنها لا تستبعد حدوث تفاهمات مع المجلس السيادي حول التعيين القادم للولاة المدنيين وحكومات الولايات. ما جاء في جوبا أجل تكوين المجلس التشريعي شهر، لأنه أصلا كان المفروض ل 17 نوفمبر يتأجر ل 14 ديسمبر، دي ما مشكلة. الحقيقة الحاجة الدائرة الناس يشوفوها في الحسبان ويعملوا كل هي مسألة تأجيل تعيين الولاء المدنيين والحكومات الولاية. دي الحاجة المهمة، كويس. وفي دي ذاتها أنا ما بستبعد يكون أخوان الوصول لأي تفاهم مع أخواننا في الجبهة الثورية، لأنهم هم ناس مواطنين وطنيين بهمهم السودان.
أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف عدم الضي التزام الحكومة بإنفاذ أولويات المرحلة الانتقالية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، وشدد خلال اجتماع له مع ولاة الولايات على ضرورة التزام حكومات الولايات بإنفاذ مهام وأولويات الفترة الانتقالية والتي من بينها بناء السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإصلاح أجهزة الدولة، علاوة على الاهتمام بقضايا المرأة والشباب وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية أن تطلع الولايات بدور أكبر في محاربة الفساد وتقديم الملفات التي بحوزة الدولة والأفراد لساحات العدالة. اطلع وفد من الحكومة المركزية على الأوضاع بولاية جنوب دارفور، وذلك على خلفية التظاهرات التي اندلعت بمدينة نيالة لأسباب تتعلق بنقص في الخبز والوقود، ودعا الوفد إلى ضرورة ضبط النفس لتلافي أي آثار تضر بالسلام الاجتماعي، مؤكدا أهمية التعايش السلمي، ووعد بمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذه الاحتجاجات. الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء والخبز والمواصلات العامة والتعليم وغيرها من القضايا التي تلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة تظل من الهموم الملحة التي لا تقبل التسويف بل التدخل لإيجاد معالجات جذرية، وهي قضايا موروثة منذ العهد البائد، غير أنها لم تجد حلولا إلى راهن هذا الوقت، الأمر الذي كانت نتيجته انفجار الأوضاع في بعض الولايات خاصة جنوب دارفور التي شهدت تظاهرات طلابية احتجاجا على نقص الوقود والخبز. وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد أقر حق التظاهر لجهة أنه يمثل رقابة شعبية على الواقع، إلا أن طريقة المعالجة ربما شجع البعض على أخذ الحقوق بسلطة اليد لسلطة القانون. ويقول وزير الداخلية إن السلام من أولويات الحكومة الانتقالية ولا بد من العمل سويا على إقراره ومعالجة المشكلات من خلال ضبط النفس. نحن نقول يعني الحرية والديمقراطية اللي كان تناقشنا بها نحن هنا وبشفافية ما هي الفوضى، لا بد انه كله ياخذ بمقداره وبحسن تام. نحن مسؤولين نوفر لهذه الولاية المعطاة كل الأمن ونعين كل أجهزتها بالذات الشرطة ونمكنها من انها تبسط الأمن. ووقف وفد من الحكومة المركزية على الأحداث بنيالة حيث اطلع على الأسباب التي دفعت الطلاب إلى التظاهرات، ونوه وزير ديوان الحكم الاتحادي إلى أن نقل السلطة المدنية بشكلها الجديد سيتم على أساس التعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية ومعالجة المشكلات التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة والتقدم نحو البناء. مسألة الخبز أنا في جولتنا الآن كان مشينا فيها يعني أنا لاحظت أفران موجودة وخبز موجود، وصراحة حتى صفوف ما فيها يعني، وتكاد تكون يعني ممكن أحسن من الخرطوم ذاته. لكن ما لا يزال شايف المظاهرات أيضا نفس اللغة يعني دي أعتقد هي محتاجة بس لإعلام وكسب في إنه الناس تعرف حقيقة ما يدور يعني. أكد والي جنوب دارفور أن الاحتجاجات التي اندلعت بنيالة لا مبرر لها، واتهم وسائل الإعلام المختلفة بتضخيم الأحداث بصورة غير مقبولة مما فاقم من الأزمة، إضافة إلى بعض التدخلات من جهات أخرى ترى أنها أحق بالثورة التي أطاحت النظام السابق. وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بالفوضى التي ربما تنحو باتجاه آخر غير مقبول في هذا الوقت، لا سيما أن الحكومة سترعى وتحمي الحرية والديمقراطية. وفي معسكرات حول نيالة وعندها ولاء لبعض قادة الحركات ديل وبخاطبهم مباشرة، ويمكن بعض قادة الحركات بيقولوا أنه هذه الثورة سرقت منهم، هم قاموا بالثورة دي ونظام ده سقط بمجاهداتهم، لكن أجل الحرية استلمت لا بد أنه يستعيدوا صورة وكلام ما سليم. حساسية الأوضاع الحالية بمختلف الولايات لا تقبل مزيدا من التوترات الحادة، والمطلوب مزيدا من ضبط النفس للحفاظ على مكاسب الثورة بعيدا عن الأجندات الخاصة، والعمل على توطيد دعائم السلام الاجتماعي في ظل الحرية والعدالة. سليمان إسماعيل الزين، الشروق، الخرطوم. ولمعرفة المزيد حول هذه الأحداث ينضم إلينا داخل الاستوديو الصحفي المحلل السياسي والاقتصادي عبد الله محمد أحمد، مرحبا بك. مرحبا. المسؤول قال الأفران موجودة والخبز موجود، لماذا هذا التظاهر؟ حق التظاهر حق مكفول بالدستور، والناس في بداية هذه الثورة يعني وبداية استلام رئيس الوزراء الحكم أشفقوا على حمدوك، وباعتبار
أن الوضع الاقتصادي اللي ورثه وضع اقتصادي منهار وفي خلل كبير في أجهزة الدولة المختلفة، ولكن مطالب الجماهير واحتياجات الجماهير هذه أشياء أساسية يجب أن تلتفت إليها حكومة حمدوك، وهي ذات المطالب وذات الاحتياجات التي عصفت بالنظام السابق. فعلى الحكومة حمدوك وعلى وزرائه وعلى مؤسساته أن تتحرك بصورة عاجلة لحل هذه المشاكل. الآن هنالك وفد كامل ذهب إلى هناك وأدلى بهذا التصريح بأن الخبز الآن موجود وأن هذه الأفران موجودة كما ذكرت لك في بداية الحديث. نعم، الخبز موجود، نعم. ولكن المواطن هو الدليل وهو صاحب الحق الحقيقي، نعم. فيجب أن تلبى طلباته، ويجب أن كذلك أن يجد كل ما يحتاجه من أساسيات وتوفير الغذاء والخبز والوقود. والحكومة لها من الإمكانيات الضخمة، يعني لا يوجد أي مبرر الآن للحكومة، لأن الحكومة تلقت دعما كبيرا من المملكة العربية السعودية، وتلقت دعما كبيرا من الأمارات يصل إلى 500 مليون دولار، وكذلك وعدت الأمارات وعدت السعودية كذلك بتقديم دعم يصل إلى 3 مليار لدعم الخبز والغاز والوقود. فعلى الحكومة أن تتحرك للاستفادة من هذا الدعم الكبير لتوفير الاحتياجات، وهي احتياجات متراكمة، ولذلك وهي احتياجات يجب تقديم برامج إسعافية عاجلة لحلها، وليس في 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 دارفور فقط، وإنما هذه المطالب متكررة في كل مدن السودان. نعم، يعني قد تحدث الأزمات، نعم. وهنالك دعم كما ذكرت، نعم. وأيضا هنالك تظاهرات، وهذا حق مكفول بالدستور لكل السودانيين، نعم. في تظاهرات سلمية لا تنحى إلى أي عنف وخلافه، نعم. ويجب على هذه التظاهرات أيضا أن تقابل بذات السلمية، نعم. لكي يقولوا مطالبهم وبعد ذلك يشرعوا في تنفيذ. يعني ذهاب هذا الوفد، نعم. الآن ما هي المخرجات برأيك ستكون؟ الوفد الحكومي يزعى لحل هذه المشاكل، نعم. سواء كان مشاكل أمنية يستطيع أن يحلها، إذا كان مشاكل اقتصادية، إذا كان هنالك في دعم لوجستي أو توفير هذه كل الاحتياجات والخدمات يجب توفيرها وبصورة عاجلة، وخاصة مشاكل النقل. يعني الآن في مشاكل وقود النقل عشان تنقل هذه الخدمات وهذه السلع إلى ولايات نائية، يتطلب توفير وقود بصورة عاجلة لهذه الولايات، وإلا ما ثارت الجماهير يعني. فالحكومة الآن بصورة عاجلة محتاجة إلى برامج عاجلة لحل هذه القضايا. أما مشاكل الاقتصاد الأخرى في تحديد كذلك إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي يقدم للحكومة وللدولة برامج تستطيع من خلالها معالجة الاقتصاد الوطني، قضايا الاقتصاد الوطني كلها، وتكون عندها رؤية وسياسات وبرامج، نعم. لمعالجة هذه القضايا. يعني كما تابع الجميع قبل، نعم. يومين يعني وزير، نعم. الاقتصاد، نعم. الأستاذ البدوي يعني، نعم. تحدث لأكثر من ساعتين حول الاقتصاد السوداني، نعم. وتحدث عن تفصيلات وتحدث عن الخطط أيضا، نعم. ولكن ألا ترى أنه نحتاج إلى قليل من الصبر لرؤية مخرجات هذه الأهداف؟ نعم، الجماهير قد تصبر بالشهور، ولكن لا بد أن ترى أمامها هنالك تحرك جاد، يعني لتنظيم كذلك مؤتمر داخلي ومؤتمر للمانحين، يعني البلاد محتاجة لتنظيم مؤتمر للمانحين لجمع أكثر من 10 أو 20 مليار دولار من دول مانحة ودول صديقة وكنادي باريس ومن المؤسسات العربية، المملكة العربية السعودية، الأمارات، فرنسا، الولايات المتحدة، وخاصة السودان يجد الآن تعاطف عظيم وكبير جدا من العالم، خاصة بعد هذه الثورة المجيدة. ولقاءات رئيس الوزراء في نيويورك هي كذلك تسهم، الدعم. هو طلب في 2 مليار في أيوة دولار في جمع الفترة القادمة الدعم واستقطاب الدعم، نعم. للسودان، وكل هذه الجهود لا شك أنها ستصب في مصلحة ومعالجة الخلل الاقتصادي، نعم. يعني أيضا كما قلت سياسيا التظاهرات حق مكفول للجميع، نعم. من حق أي شخص أن يتظاهر ويطالب بمطالبه وفق الأسس والقوانين المعمول بها في الدولة. ولكن لاحظت في هذا التقرير أحد المسؤولين يقول إن بعض قادة الحركات المسلحة والتي لم ترضى بما يحدث الآن من اتفاقيات وخلافه، محادثات في جوبا وأخرى في القاهرة وخلافه، ربما لهم أيضا أجندة ولهم ضلع في هذه
الأحداث التي حدثت بنيالة. الأحداث هذا كلام المسؤول الرسمي وتبريراته الموجودة هناك، ولكن ما يهمنا نحن كمراقبين إن هو رأي الجماهير. طيب. رأي الجماهير يجب تلبية مطالب الجماهير. فالجماهير سارت من أجل الخبز، من أجل توفير الوقود، من أجل أزمة المواصلات، وهي أزمات متكررة. نعم، ونتمنى أن تحل في القريب العاجل وسط كل هذه الظروف. سيد عبد الله محمد أحمد، المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. بحضور مكونات قوى الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان، نظم مركز النوع لبناء السلام بالتعاون مع مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية ورشة لمناقشة تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السلام والتحول الديمقراطي. وأكد محمد سومي كافي أمين المجلس أن الورشة تأتي ضمن جهود إدماج شريحة المعاقين وبناء قدراتهم للمساهمة الفاعلة في أوجه الحياة المختلفة وصناعة القرار السياسي. وأشار سومي إلى ضرورة مناصرة المجتمع والمؤسسات ذات الصلة لقضايا ومطلوبات الأشخاص ذوي الإعاقة كواحدة من مرتكزات السلام والتنمية المستدامة. جهات المستهدفين فيها بانه نمرق بموجهات ومطلبات اساسيه بانه كيف يكون في دور كبير جدا للمجتمع في عمليه السلام والتحول الديمقراطي في المرحله الجايه، لان ضروره انه نكون شركاء نحن كاصحاب مصلحه في عمليه السلام الان اللي بتجري، لان السلام ده فيه هو مصلحه كبيره جدا جدا للشعب وفي مصلحه كبيره جدا نحن كاشخاص ذوي اعاقه. من جانبه نشد المدير الإقليمي لمشروع نحو سلام دائم بالسودان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عادل عبد الله حسين الأحزاب والقوى السياسية بالولاية باستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في النشاط السياسي لضمان مشاركتهم في المستويات التنفيذية والتشريعية ومساهمتهم في بناء السلام والديمقراطية. الأشخاص ذوي الإعاقة هي واحدة من أهم الشرائح الموجودة على مستوى ولاية جنوب كردفان، وكانت أسباب الإعاقة بتاعتها اصلا بسبب الحرب وبسبب انعدام الحريات والديمقراطيه وانعدام التنميه المستدامه. احنا بنعمل انه هؤلاء الاشخاص يكون عندهم دور كبير جدا في عمليه التحول الديمقراطي، ويكون عندهم ممثلين على مختلف المستويات في المجالس التشريعيه وعلى مستوى الحكومه التنفيذيه، وبنعمل انه برضه يكون عندهم دور قوي جدا ومساهمه قويه في عمليه السلام. استجابة لتحديات المرحلة ومواكبة للمتغيرات الدستورية الراهنة بالبلاد، دفعت شرطة ولاية نهر النيل بقوة جديدة تضم منسوبين للشرطة العامة وإدارتي مكافحة المخدرات وتأمين الحياة البرية. وتعهدت رئاسة قوات الشرطة السودانية بأن تولي قضايا مكافحة المخدرات والتهريب المزيد من الاهتمام من خلال تكثيف وتصعيد عمليات العمل المنعي وتضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج. دفعة جديدة من مستجدي قوات الشرطة دفعت بهم رئاسة شرطة ولاية نهر النيل إسنادا لمنظومة قواتها لمقابلة متطلبات وتغييرات المرحلة الدستورية الراهنة، تعزيزا لاستحقاقات السلام والاستقرار وترسيخا للأمن والطمأنينة العامة. تم إعدادهم بدنيا وذهنيا وتحصينهم بالدعم الأساسية التي تعينهم في دروب الحياة، بالتركيز على بناء شخصية قوية تمكنهم من أداء رسالتهم الشرطية ويبغى المهام والواجبات التي سوف تسند إليهم ولتحقيق شعار الشرطة بخدمة الشعب، خاصة وأن البلاد تستشرف عادة جديدة تتطلب مواكبة الشرطة لها ولمتطلبات المرحلة وترسيخ معاني السلام والأمن وسط مكونات المجتمع. وظللنا في الشرطة بجانب القوات الأمنية والأجهزة القضائية والعدلية ومؤسسات الدولة المختلفة ننسق الأدوار للحفاظ على الأمن وسيادة حكم القانون. ولأن قضية مكافحة المخدرات ارتقت لسلم اهتمامات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة السودانية، فقد ضمت الدفعة المتخرجة منسوبين لشرطة مكافحة المخدرات من أجل تصعيد وتكثيف العمل المنعي وتضييق الخناق في مواجهة العابثين مخدرات الوطن والمهددين الاقتصادي والمتلاعبين بعقول أبنائه. احنا يعني عندنا الشغل الشرطي المعروف اللي هو الضبط والتفتيش والمحاكمات وكده،
لكن الشغل الهام اللي هو بيتكلم عن خفض الطلب. خفض الطلب ده بيعني انه التوعيه بمضار المخدرات. يعني الشرطه برا لو يعني في عمل الشرطي المحدود او يعني ما اقدر تكافح الجريمه دي، فلا بد من تضافر الجهود عموما، يعني سواء كان اعلام او اسر او اداره تعليم او خلافه، لابد من انه الناس يتكادوا في انه يوعوا الناس بمضار المخدرات على سن الزول ما يقدم عليه. يعني مئة وستة وثلاثون شرطيا ضمن الدفعة 37 تلقوا جرعات تدريبية عالية ومكثفة، وخضعوا لدورات تأهيلية في المجالات الإدارية والقانونية والجنائية والأكاديمية، حيث تم إعدادهم مهنيا وفنيا من أجل تحقيق الشعار المرفوع الشرطة في خدمة الشعب. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. شدد صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية وضع الأطر التي تستوعب المهاجرين داخليا وخارجيا في قضايا التنمية. وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فيصل إسحاق خلال منتدى حول الهجرة وتخطيط التنمية، قال إن قضايا المهاجرين تحتاج لعمل مشترك بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومساعدة السودان للاستفادة من الفرص المتاحة، داعيا إلى إعداد سياسة هجرية في السودان تستوعب كافة القضايا المتعلقة بالمهاجرين الداخليين والخارجيين. من جانبه أكدت الأمين العام للمجلس القومي للسكان لمياء عبد الغفار أن المجلس وضع مبادرات مهمة، أهمها إجراء دراسة في الولايات لإعداد استراتيجية وطنية للهجرة. المنتدى بيهدف للحديث عن الهجرة بكافة أبعادها، الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. أيضا المنتدى بتناول قضية التخطيط التنموي للهجرة، كيف لنا أن نستفيد من الهجرة كمردود تنموي وكعائد إيجابي دون النظر أو مع النظر أيضا إلى كيفية أن نتجاوز المردود السلبي للهجرة، حيث أنه أصبح العالم كله بيتحدث عن الهجرة كمردود تنموي وإيجابي. فقرة السودان هذا المساء متواصلة معكم وفيها عقب الفاصل. وزارة الصناعة والتجارة تعتزم تبني حزمة السياسات لتحقيق الجودة ومحاربة الفساد.